هو يتوقع تعرف هناك بالنسبة لهم احنا ماركت فعلا. احنا سوق صح. ناس ندفع فلوس، ومن تدفع فلوس ما ممكن تقول له رجع لي فلوسي. ليش؟ انا من البداية قال لك لو قال لك 2% نسبة فشل من تفشل راح يقول لك تضمن 2%. صح. بزنس عمل. بزنس. فأنت يشوفك بزنس ومن تروح هناك ودفعت فلوسك ماكو أيضا أي شيء يحميك. شنو يريد يحميك؟ الدولة ما تقدر تحميك، أنت اتفقت. تعرف هذا أكثر الرايحين هم مو ناس لا هم أصحاب ذوي خبرة ولا هم أطباء. صح. فمن يريد يعني من يجي ويسولف لك مترجم أو يسولف لك شخص ويقعد يسوي له يعني الأمور كلها طيبة وتعالوا عملية ومثلك سوينا وغيرها. بروباغندا كاملة. صح. هاي صدق يروح هناك يشوف نفسه هناك دخل بالمستشفى ومجرد ما نزل بالبلد هي المستشفى استفادت. مجرد ما نزل من طيارة أول خطوة المستشفى استفادت. بل هو التعاقد هو. نعم. صحيح. أخذت إنه جابت مواطن للبلد المستشفى اللي بالبلد اللي هو به. هذا يعني مو فقط المستشفى المستفيد بالضبط، بل هو الدولة كلها مستفيدة. فلذلك هي بعدين دخل بهالدوامة، جيب الخلايا، ازرع، اخذ، سوينا، انتظر، شوف. ولا نشوف نفسه هو داخل وصارف فلوسه وبايع عملاكه ويدور على دين ويدور على اسناد. ويا ريت هم لو يرجع بنفس الاول، هسه هم لو يرجع بنفس الاول هم ما يخالف، هم واحد يفرح يعني على الاقل يقول راح وفشل وما خسر شيء. لا يرجع على السالف، يرجع على مشكلة بل أسوأ. بل أسوأ.